ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة، بإيمان إيه؟ الأمة، بما فيها من علماء وما فيها من أئمة وما فيها من أصحاب المذاهب وما فيها، ماذا يا رسول الله؟ قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. وهذا يدل على أن سيدنا أبا بكر الصديق في قمة الإيمان على رؤوس المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.